أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يكون هناك خلاف في حكم تارك الصلاة مع أن جمعا من الصحابة رضي الله عنهم كفر تاركها، ومنهم علي بن أبي طالب وعمر الفاروق رضي الله عنهم دون مخالف له من الصحابة؟ يا أخي السنة كفرتهم، الأحاديث الصحيحة كفرتهم. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي القرآن: إذا سئل أهل النار ما سلككم في سقر، ما هو الجواب؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول جواب يجيبون: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، يمنعون الزكاة، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فقرن تارك الصلاة مع هؤلاء، ومنهم المكذب بيوم الدين. ثم قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فلو لم يكونوا كفارا لنفعتهم شفاعة الشافعين، لأن الذي لا تنفعه شفاعة الشافعين هو الكافر. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فالكافر لا تقبل فيه شفاعة يوم القيامة. نعم.